Hi there. I and my buddy Joe English are sending our regards. Today is lecture 15. We will continue answering general test 2 based on unit 2 from the workbook. And so let's do that. النهارده ان شاء الله محاضره 15 في شرح منهج ثالثه ثانوي لغه انجليزيه. احنا بدانا المحاضره اللي فاتت في حل اختبار رقم 2 عام اللي هو في workbook. هنكمل الجزء الثاني من اختبار 2 من الورك بوك اللي هو جنرال انجلش مبني على الوحده رقم 2. So زي ما احنا عارفين في الاختبارات العامه بيجي الجزء الاولاني بيبقى dedicated to vocabulary and grammar، بيبقى مخصص للمفردات والقواعد. الجزء الثاني في الغالب بيكون مخصص لل reading and translation. نبدا قطعه الريدنج، هي موجوده بالكامل قدامكم دلوقتي، وزي ما قلنا this is practice exercises 2 او practice test 2 اللي موجود في الworkbook. نقرا مع بعض. انا سبق وقلت قبل كده في الامتحان الفعلي ممكن تقرا اول سطر او سطرين من كل فقره او يعني من كل باراجراف اللي هي فيها topic sentence وتروح للاسئله، ولو في سؤال ما عرفتوش بعد كده ترجع تعمل له سكاننج في القطعه. ده هيوفر معاك جهد ويوفر معاك وقت في الفاينل تيست. لكن احنا بنقرا دلوقتي مع بعض عشان نتعلم فوكابولري من خلال السياق، وتبقى فرصه ان احنا نراجع الفوكابولري ونعرف phrasal verbs, expressions, idioms الى اخره. طيب، due to the global pandemic, the Egyptian Ministry of ICT noted an almost 50% increase in internet consumption as workers were encouraged to work from home. يعني وزارة الاتصالات المصرية لاحظت ان في استخدام انترنت زيادة 50% ده وقت البانديميك او وقت الوباء اللي هو كورونا فيروس، وده لان معظم العمال او الموظفين يعني سوري were encouraged to work from home. كان يتم تشجيعهم ان هم يعملوا من خلال او هم في البيت، طبعا تفاديا لانتشار الوباء. Many saw this as a positive move and some companies have closed their offices as their employees continue to work from home. لدرجه ان بعض الشركات قفلت المكاتب بتاعتها اللي هي مقر العمل لان كل العمال الموظفين كانوا بيشتغلوا من البيت. However, there are also disadvantages that need to be considered. لكن هذا الوضع كان له برضه بعض السلبيات. A significant advantage for the company، يعني تعتبر ميزة كويسة للشركة، is increased productivity، اللي تمت في هذا الوقت أو في وقت الوباء هي زيادة الإنتاجية. The home office ensures a higher level of efficiency as it is adapted perfectly to the employee. بيئة العمل في المنزل هي بيئة مناسبة للموظف لأن هو متعود عليها وده بيته. There are no distractions، مفيش أي distractions أو شيء يشتت انتباهه by workmates مثلا عن طريق زملائه في العمل or background noise أو إن في ضوضاء مثلا في الخلفية. And they have their favorite food too، وطبعا كل واحد في البيت بيبقى عنده الطعام المفضل اللي بيحبه. With less time needed to commute، ما بقاش في وقت في عملية الكوميوتنج اللي هو بيروح ويرجع للشغل. They can spend more time with their family، ممكن يقضوا وقت أطول مع الأسرة. This increases well-being، ده بيؤدي لزيادة الرفاهية والعناية بالنفس، يعني in turn can increase productivity، ودي في حد ذاتها الاهتمام بالنفس بيكون في زيادة في البرودكتيفيتي أو الإنتاجية. طيب الفقرة الثالثة بيقول لي despite the many advantages، برغم من هذه المميزات الكثيرة، there are also some disadvantages، في برضو بعض السلبيات لموضوع العمل من المنزل. Many who worked from home claimed that they worked more hours than in the office. الناس اللي اشتغلوا في البيت بيقولوا او بيدعوا انهم بيشتغلوا ساعات اطول من العمل في المكتب. Furthermore, some complained that although they saved money on transport، وقالوا ان بالرغم ان احنا وفرنا بعض المال اللي احنا كنا بنصرفه على المواصلات، they had increased costs in water and electricity، كان عندهم زياده في فواتير المياه والكهرباء. Poor furniture or physical space is also another issue to take into account، يعني لو ما عندهمش اثاث مناسب او البيئه المحيطه في البيت الفيزيكال، يعني مثلا الكراسي الترابيزه اللي بيقعد عليها الى اخره، لو شيء غير
معدل العمل ومش شيء كويس هيكون ده له تأثير سلبي على العمل. However, the biggest problem has seen the feeling of isolation has been. أكبر مشكلة كانت الـ feeling of isolation, شعور الانعزال أو العزلة, and lack of personal contact, وعدم التواصل الشخصي مع الـ workmates أو زملاء العمل. ده بيأثر تأثير سلبي على الإيه؟ على الموظف يعني. With 300 million workers globally suffering from mental health issues, في أكثر من 300 مليون موظف في العالم في فترة الوباء, كان ده أثر عليهم تأثير على صحتهم العقلية as a result of working from home, كنتيجة من العمل من المنزل. Doctors are claiming mental health problems will be the next problem to affect the world. والأطباء بيقولوا إن المرض أو الشيء اللي هيأثر على الناس بعد كده هو صحتهم العقلية أو مسائل متعلقة بالصحة العقلية نتيجة إن هم بيعملوا من المنزل. دي كانت القطعة كلها قرناها مع بعض, فنشوف الأسئلة ونحلها مع بعض. طيب, the general idea of the text is that, إيه الفكرة العامة من هذا النص؟ The possibility of working from home was discovered. لا, most people only find positive things about working. No, there are advantages and disadvantages to working from home. هو ده الإجابة الصحيحة اللي هي C. قطعة بيتكلم فيها عن فقرة بتتكلم عن الإيجابيات وفقرة بتتكلم عن سلبيات العمل من المنزل. يبقى دي الإجابة الصحيحة. طيب, number 24. Which one is not an advantage of working from home mentioned in the text? إيه هي حاجة اللي تعتبر ميزة من العمل في البيت لكن غير لم يتم ذكرها في القطعة؟ More time with family, more time to work, higher levels of productivity, increased feeling of well-being. طب نرجع تاني للايه عشان ما نتلخبطش, للباراجراف او الفقره اللي فيها مميزات العمل من البيت. هو قال مميزات ايه بقى؟ higher level of efficiency as it's adapted to the employee, no distractions or background knowledge and noise, they have more favorite food, less time needed to commute, they can spend more time with their family, this increases well-being and productivity. يعني هو قال على موضوع ان التايم مع الفاميلي قالها, وهاير ليفل اوف برودكتيفيتي قالها, وفيلينج اوف ويل بينج قالها. يبقى الحاجه اللي ما قالهاش هي سي, كميزه من المميزات. الحاجه اللي ما قالهاش كميزه من المميزات هي دي, مور تايم تو ورك. يعني ما قالهاش كشيء ايجابي او شيء من المميزات من العمل في من المنزل, في العمل المنزلي. يبقى سي الاجابه الصحيحه. طيب, which one is not a disadvantage of working from home mentioned in the text? طيب, ايه برضو الحاجة اللي هي السلبية الخاصة بالعمل من المنزل ولم يذكرها صراحة في النص؟ headaches due to lots of screen time. قالش خالص عن موضوع الصداع اللي بيأتي نتيجة العمل كثيرا أمام الشاشة, يعني اللي هي screen time. يبقى دي إجابة صحيحة A, دي ما قالهاش بشكل صريح في الفقرة الثالثة لما قال يعني disadvantages of working from home أو مساوئ العمل من المنزل. يبقى الإجابة الصحيحة هي A. طيب, نشوف السؤال 26. بيقول the text says that the global pandemic increased internet use by nearly 50%. يعني بيقول ان الوباء ادى لزياده استخدام الانترنت 50%. So people suffered mental health problems, ولا as workers were encouraged to work from home, of offices closed as a result, to continue working in the office. That B, as workers were encouraged to work from home. الزياده دي تمت ليه في استخدام الانترنت؟ لان الموظفين تم تشجيعهم ان هم يعملوا من المنزل تفاديا لانتشار الوباء والعدوى. فالاجابه الصحيحه هي B. طيب, السؤال 27. The text says that the employee who had to work from home during the pandemic said, بيقول إن الموظفين اللي هم اشتغلوا من البيت أثناء أو خلال فترة الوباء بيقولوا they frequently ate too much, they enjoyed seeing their families, they liked being able to work in informal clothes, they were frequently working a higher number of hours. D. بيقولوا ان هم اشتغلوا ساعات اطول من الساعات اللي كانوا بيشتغلوها في المكتب. يبقى الاجابه الصحيحه دي. طيب, السؤال 28.
which expression in the text means very important. بس يكون ورد في القطعة يعني. طيب هل يا ترى قال take into account ولا a significant advantage ولا play a vital role need to be remembered. نشوف. حاجة معناها very important. شوف القطعة. احنا بندور على كلمة بتوازي كلمة important او very important. هي طبعا كلمة significant ورد، هي ممكن significant معناها important، بس نشوف لو كان في كلمة تانية زي كلمة vital مثلا قالها في القطعة ولا لا. Save money, costs for furniture. However, biggest problem has physical feeling of isolation. With 300 million workers globally, mental health resulting from home, claiming mental health will be the next problem. يبقى ما قالش كلمة vital دي في القطعة، هو جاب كلمة significant. يبقى significant هي اللي معناها important، لأنه بيقول إيه الكلمة اللي بتوازي كلمة important تكون وردت في القطعة. فهي vital معناها برضو very important، و significant معناها important، بس دي اللي وردت في القطعة. هو قال in the text، يكون قالوا في النص، يبقى C هي الإجابة الصحيحة. هي ده اللي وردت في النص. اوكي نشوف القطعة الثانية. نقرا القطعة مع بعض. زي ما قلت لكم يا جماعة مش شرط تقرا القطعة كلها في الامتحان الفعلي، ممكن تقرا او بالذات لما تكون قطعة طويلة. هنا قطعة اربع فقرات، ممكن يجيب لك خمس فقرات. فبتقرا زي ما اتفقنا اول سطر او سطرين من كل فقرة او كل باراجراف عشان تقرا التوبيك سنتنس، الفكرة الرئيسية تبقى عرفتها. بتروح للأسئلة تجاوبها. في الغالب بيبقى في اسئله كتير تقدر تجاوبها لو قريت اول سطر او سطرين من كل فقره. لو في سؤال او سؤالين مش عارفهم بعد ما قريت اول سطر او سطرين من كل فقره، ترجع تاني تعمل سكاننج، يعني تدور على اجابه سؤال محدد. احنا بنعمل الكلام ده يعني ايه؟ تو سيف ذا تايم، عشان نوفر وقتنا في الامتحان الفعلي. ولان ايضا بيبقى في معلومات كتير بترد في القطعه ما بيسالش عنها كلها. فمش شرط اقرا كل المعلومات، وبعض الناس بيبقى يعني لازم يفهم كل كلمه في التكست، وده مش مطلوب يعني. اوكي فاحنا بس بنقرا مع بعض دلوقتي بالتفصيل عشان نتعلم زي ما قلنا vocabulary in context. نشجع الناس ان هي افضل طريقه تعرف vocabulary واكسبريشنز وايديومز وقواعد جرامر وكل حاجه من خلال سياق، عشان بيبقى قدامك المثال مكتوب وجمل قبل منه وجمل بعد منه، فما بقاش في لبس في فهم السياق، في فهم الفوكابلري ايتم او الاكسبريشن هو مقصود منه ايه بالظبط. ولو في قاعده جرامر بتبقى انت بتراجعها، سواء بتتكلم في ازمنه، بتتكلم في ادجكتيفز، بتتكلم في اي حاجه. فالسياق سواء كان مكتوب زي مثلا قطعه ريدنج او ليسننج او conversation بتعمله مع شخص نيتيف او حتى نون نيتيف بس يكون proficient in the language، بيكون فرصه ممتازه انك تمارس اللغه. وهي زي ما قلنا اللغه واي لغه هي عباره عن means of communication، وسيله تواصل. واحد كاتب النص ده عشان غيره يقراه ويستفيد منه المعلومات اللي هو عايز يقولها، فده means of communication. اوكي كان في بدايه خالص قبل اختراع الكتابه والكلام ده، كان الكوميونيكيشن كله شفهي، عن طريق الكلام، عن طريق الشعر، عن طريق القصائد، او عن طريق الناس تتكلم بعضها. لكن بعد كده لما تم اختراع بقى الكتابه، ومش الكتابه يعني اختراع الورق والوسائل اللي يتم فيه تسجيل الكتابه، بتبدا الايه؟ الناس تتواصل بشكل كبير جدا عن طريق الكتابه. كتابه مثلا زي ال comprehension texts، يعني القطع اللي احنا بنقراها الهدف منها الفهم وبعدين يجيب لي اسئله. أو قطع هي أصلاً أنواع بقى الكتابة المختلفة، narrative و descriptive و expository و مثلاً اللي هي persuasive، المقصود منها أنه يقنع اللي قدامه أو القارئ اللي هيقرأ الكلام المكتوب ده بوجهة نظره إلى آخر. فيعني القصد أن هي مكان ثري وكويس أنك تتعلم لغة صح،
ويكون في كوميونيكيشن. هو انت دلوقتي لو قريت زي ما قرينا القطعه اللي فاتت وفهمناها، حصل كوميونيكيشن من كاتب القطعه لينا احنا، فهمنا هو عايز يقول ايه، وفتره الوباء حصل فيها ايه، وليه الناس كانت بتشتغل من البيت، وايه مميزات وسلبيات الموضوع. فهنقرا القطعه الثانيه نشوف بتتكلم عن ايه، هنستفيد. لذلك احنا بنقراها بالتفصيل دلوقتي عشان كده، انما في الفاينل تيست هتقرا اول سطر او سطرين فقط، عشان اللي هيبقى المطلوب منك تجاوب اربع خمس اسئله على القص على القطعه، فمش شرط تقرا كل تفاصيل القطعه. فانا بس حبيت اوضح ايه الفرق اللي احنا بنعمله دلوقتي للاستفاده، عشان انا بركز على الكونتكست، لان بلاحظ ان في كتب خارجيه كتيره جدا، وقلت الكلام ده في فيديوهات سابقه، عامل لي لسته مهوله من الكلمات والترجمه او المعنى بتاعها من غير ما يجيب لي سياق. بعد كده ممكن يقول السياق، بس ده مش مطلوب. يعني حتى انا لو قدامي مثلا مقاله فيها وليكن 200 كلمه، يعني 15 ل 20 سطر، وانا مش عارف فيها 10 كلمات 20 كلمه، دي عادي يا جماعه، 20 كلمه من اصل 200 كلمه. يعني مش شرط ان كل كلمه مش عارفها اروح اجري اعرف معناها ايه. ده مش طريقه في تعلم اللغه كويسه. في تعلم اي لغه في حاجه اسمها ambiguity tolerance، يعني ايه؟ تتسامح مع الامبيجيوتي او الغموض. يعني ايه تتسامح مع الغموض؟ يعني مش مهم لو في السطر فيه كلمتين مش عارفهم، طالما ان المعنى العام انا قادر افهم هو بيتكلم عن ايه، خلاص مفيش مشكله. بعد ما اقرا السياق وافهمه واعيش مع السياق، هو ده اللغه، هو ده الكوميونيكيشن. مش ان انا تخيل انك بتتكلم نيتيف سبيكر دلوقتي، حلو، بتتكلم في موضوع معين انت فاهم 70% من اللي هو بيقوله، خلاص هو ده المطلوب. مش هتقعد بقى توقفه وتقول له طب معلش لو سمحت انا هروح للقاموس اشوف الاكسبريشن اللي انت قلته او الكلمه اللي انت قلتها، اصل انا مش فاهم معناها. ما ينفعش الكلام ده. طالما انت فاهم 60 70% اوكي ماشي الحال. مع الوقت مع الممارسه هتعرف كلمات اكتر. فاحنا لازم نبقى عندنا الامبيجيوتي توليرنس. انما ان انا افتح كتاب خارجي من احد الكتب الاقي عامل لي مثلا مقارب من 50 60 كلمه والمعنى بتاعهم، وبعدين يبقى يجيب لك قطعه الطالب يقراها، انت كده هتتعقد من دراسه اللغه. ما ينفعش. وحتى في القواعد يقوم جايب لي القاعده بكل حالاتها وبكل الاستثناءات بتاعتها وبكل مش عارف، برضو دي مش طريقه كويسه. يعني انا اقول لك على حاجه زي الفيوتشر بيرفكت اللي هو ويل زائد هاف زائد التصريف التالي، استخدامه في اللغه الفعليه للتواصل ما بين الناس سواء شفاهه او كتابه ما يتعداش 1%. فانت هتشغل بالك ليه تعرف المستقبل التام والمستقبل التام المستمر والمستقبل التام في صوره مثلا الباسيف، ويقعد يجيب لي امثله واستثناءات وحاجات، ويعني يشرح في يمكن في خمس ست صفحات، وبعدين يجيب لي كم مثال على استخدام الفيوتشر بيرفكت، وبعدين يجيب لي بعض الجمل والتمارين. انا مش محتاج الكلام ده كله. سفايس ات تو ساي مثلا في الاول، والله يا جماعه الفيوتشر بيرفكت في الغالب بيجي مع الاكسبريشن لو قلت باي زائد زمن مستقبلي، وتركيبه هو ويل زائد هاف زائد التصريف التالي. بس خش بقى في السياق، هات لي سياق مكتوب يعلم الطالب ايه ممكن، يعني السياق اللي انا استخدم فيه الفيوتشر بيرفكت. مثلا by 2024 او by 2025 I will have graduated from university. واحد مقبل على دخول الجامعه بعد اربع سنين مثلا، وخلينا by 2026 او by 2027 I will have graduated from university، او مثلا from the school of medicine، او نخليها faculty of medicine زي ما بيقولوا في مصر، يعني بره بيسموها school of medicine، كليه الطب. تمام. فده مثال اهو حي قدامك ممكن تستخدمه، ممكن الطالب نفسه يستخدمه. وبعدين زي ما قلت في التواصل اليومي بتاع اللغه او في معظم الكتابات او الحاجات اللي احنا هنقولها او نستخدمها، مش هستخدم المضارع التام. فلازم الناس تفهم الفرق بين ان نعرف قاعده جرامر او ان نعرف مجرد معنى كلمه او اكسبريشن، وان استخدم اللغه للتواصل. اللغه اساسها ان استخدمها للتواصل من غير ما يعيقني ان مثلا في قدامي نص مكتوب مش عارف فيه 10 كلمات، والنص ده فيه اكتر من 300 كلمه، فهي بقى مشكله، ما اقدرش اعمل حاجه لما اجيب ترجمه ال 10 كلمات. غلط الكلام ده. لو قدامك في نص مكتوب 300 كلمه، النص من 300 كلمه، وفي 30 كلمه انت مش عارفهم، ما عندكش مشكله، طالما ان انت فاهم المغزى العام بتاع السياق اللي قدامك ايه. وده اللي احنا بنعمله واحنا بنتعلم لغتنا احنا الام.
يعني وانت صغير، وانت صغير when you were little، وبتسمع الكونفرسيشن ما بين والدك ووالدتك او your caregivers، او مثلا لو عندك حد كان بيقوم على تربيتك زي بيبي ستر او غيره، وهم بيكلموك وانت 90% من الكلام ده انت مش فاهمه، لكن مع الوقت بتقدر تفهم وتميز الكلمه دي ممكن يكون معناها كذا، بالاشاره يجيب لك صوره يشاور لك على الحاجه، فبتعرف تعرف الكلمه، وبعدين كلمات وكلمات حاجات اخرى. برضو الجرامر بتعرفه من خلال السياق، اه ده انا بسمع الاكسبريشن او السياق ده على طول، يبقى اكيد ده كذا. ده في فرق بين المضارع والماضي، ان دايما في الماضي بيقولوا مثلا كذا، انما المضارع بيقولوا كذا. انت اللي بتعرف، انت اللي بتتعرف على الحاجه دي. وبعدين ليتر بقى لما تبقى تدخل المدرسه يبدا يكلمك بشكل فورمال شويه عن قواعد اللغه بتاعتك، انما انت بتكون داخل وانت عارف لغتك وبتتكلمها ممتاز. يعني الدراسات اللغويه لاكتساب اللغه بتقول باي 3، لما بتوصل لسن 3 سنين بتبقى انت اتقنت اكتر من 90، خلينا نقول 80% من اللغه بتاعتك، المفردات بتاعتك. هل ده بيحصل في اللغة الإنجليزية واحنا بنتعلمها على الأقل بقالنا 9 سنين وأكتر، ممكن 6 سنين في الابتدائي، خليها 4 سنين في الابتدائي وثلاثة في الإعدادي، هذا مثلا 7 سنين، وبقالنا سنتين أهو في الثانوي قبل ما تخش ثالثة ثانوي، يبقى على الأقل بقالك 19 سنين. هل أنت دلوقتي عارف 70% من اللغة؟ طبعا لا. ليه؟ لأن احنا ما بنتعلمهاش بالطريقة الصح، لان في بعض الناس تفضل جايبه لك لسته كده قايمه من كلمات ملهاش علاقه ببعض خالص، 100 كلمه، وعمال يحفظ لك مثلا كذا يعني كذا، كذا يعني كذا، كذا يعني كذا، والكلمات دي ما فيش بينها اي ترابط نهائي. يبقى دي حاجه انت بتعقد نفسك، بتعمل الموضوع very difficult for you، وده مش اللغه يا جماعه. اللغه زي ما قلنا، خليك فاكر الكلمتين دول بس، any language is a means of communication، بس لو انت بتستخدمهاش للتواصل في حاجه وريال لايف بيربسز، تواصل في اهداف واقعيه، يعني تعرف تتكلم مثلا هوتيل تحجز بالانجليزي، تعرف تحجز مثلا فلايت ان انجلش، تعرف تعمل شوبينج ان انجلش. لو انت ما بتعرفش تعمل الحاجات البسيطه ديت في اللغه وانت بقالك 7 8 سنين بتتكلمها او بتتعلمها في مدارس وبرايفت ليسنز وغيره، يبقى انت فشلت. ده اللي احنا بنقول، مش ان انت فشلت عشان يعني انك تجيب 100 كلمه وتقعد تحفظهم لي. احنا مش هنستفيد حاجه انك تحفظ 100 كلمه، مش هنستفيد حاجه انك عارف يا سلام المضارع التام المستمر وانت ما مش هتستخدمه غير 1%. يعني ده اللي انا عايز اقوله لك، ما تشغلش بالك بقصص كتير في الجرامر وقصص كتير في الفوكاب، طالما انت ما بتستخدمهاش بشكل يومي وبشكل فعلي في كلامك وفي الكتابه اللي انت بتكتبها. تمام؟ وبقول برضو نقطة تانية خاصة بموضوع الكتابة، هي صح مش موجودة في الاختبار النهائي ان هو يطلب منك تكتب فعليا، بس ده مهارة أساسية في الجامعة. انت بعد تالتة سنة وهتخش الجامعة لازم في الجامعة يطلب منك essays، longer essays، مقالات طويلة، reflection papers اللي هي بيسموها مقال الخاطرة، مثلا term paper، يعني زي بحث مصغر بتعمله في الترم، بيطلب منك برزنتيشنز، كل الحاجات دي بيكون فيها الاساس فيها الكتاب. يعني ما ينفعش ان انت تدرس في اي تخصص في الجامعه وتتخرج بدون اكستنسيف رايتنج. ولذلك في معظم الجامعات بره، يعني زي ما انا شفت في امريكا او حتى في الجامعات الخليجيه، في الفاونديشن يير قبل ما الطالب، بعد ما الطالب بيدخل الجامعه بيقبل في السنه التحضيريه. السنه التحضيريه ديت لازم يقضيها يدرس فيها انجلش، ويدرس فيها ماث، ويدرس فيها اي تي، ويدرس فيها ستادي سكيلز ولايف سكيلز، وبعدين بناء على الجريدز بتاعته بيحدد التخصص اللي هيدرسه بعد كده. وده نظام ممتاز، يعني انا شايف ان هو نظام ممتاز، يعني بيأهلك يعني فتره انتقاليه من موضوع بقى الثانوي، ان في مثلا كان في قصور في حاجات معينه، ما كانش في تركيز على الكتابه، ما كانش في تركيز على مش عارف ايه، وبعدين بيأهلك للدراسه الجامعيه. طيب بعد ما بتدرس بقى كمان في حاجه اسمها رايتنج سنتر، ده موجود في كل الجامعات تقريبا. رايتنج سنتر بيعمل لك سبورت لموضوع الكتابه. انا بتكلم في رايتنج سبورت سواء انت انجليزي او عربي كمان، يعني في جامعات لو انت بتدرس حاجات بالعربي بيعمل لك سبورت ازاي تكتب مقالات وبحث وغيره باللغه بتاعتك الام، ما بالك باللغه الانجليزيه اللي هي مش لغتك الام. فدي اساسيه، يعني في معظم الاماكن بما فيها الامريكان يونيفرسيتي ان كايرو موجود فيها الموضوع رايتنج سنتر.
اوكي. وطبعا في لانجوج انستيتيوت اللي هو الانجليش لانجوج انستيتيوت بيعمل سبورت للطلبه اللي محتاجه كورسات لغه وغيره. بس بعد كده انت لما بتدخل يبقى فول ماتريكوليشن وبتخش الميجر بتاعك او التخصص اللي انت تكون دخلته، لازم يكون في حاجه اسمها رايتنج سنتر. رايتنج سنتر او مركز الكتابه ده بيعمل لك سبورت في اي حاجه، انت مثلا عندك مشاكل في طريقه الكتابه، في اسلوب الكتابه، في الكتابه اصلا انت ما تعودتش عليها او ما كتبتش قبل كده بشكل كتير، فبيعلمك مبادئ الكتابه من اول وجديد، ازاي تكتب مقاله، ازاي تكتب تيرم بيبر، ازاي تكتب ريفليكشن بيبر الى اخره. فاعرف ان اللغه تستخدم للاتصال، سواء الاتصال الشفهي انك بتكلم ناس وناس بتكلمك، او الاتصال بالكتابه، ودي مهمه جدا في الدراسه الجامعيه. فاذا السياق والتواصل هو اساس اللغه، مش ان انا اقعد احفظ كلمات يا جماعه، مش ان انا اعرف، انا والله عارف كل قواعد اللغه. يعني في بعض الكتب الخارجيه او بعض الناس تقعد يقول لك ايه ده، انا الملزمه ديت او المفكره ديت او المذكره دي انا حطيت لك فيها كل قواعد اللغه، او انا جبت لك مثلا مش عارف 400 سؤال على زمن مش عارف الماضي البسيط. طب يعني ايه يعني it's not required all this، يعني مش ويقعد يجيب لك مثلا من كتب الجرامر التقليديه كل حالات ما اعرفش قاعده ايه واي كل الاستثناءات بتاعتها. انا بنصح الطلاب ان هو يركز في اللغه كوسيله تواصل، وان يكون عنده الامبيجيوتي توليرانس، يعني لو انت في جزء ما انتش عارفه، كلمه مش عارفها، قاعده ما انتش فاكرها كويس، كل ده ما ياثرش عليك انك تقرا اللي قدامك او تحاول تركز وتفهم اللي هو بيكلمك بيقول لك ايه. بس ده المطلوب منك. تايم وذ تايم وذ تايم، يعني مره في مره في مره هتعرف الحاجه اللي انت فاتتك قبل كده من الكلمات او من الاكسبريشنز او غيره. احنا بنقرا الكلام ده بالتفصيل مع بعض في الريدنج تكست عشان يكون فرصه جيده ان انت خلاص قدامك كونتكست، قدامك سياق بعرف منه نيو فوكاب، بعرف منه افكار ايدياز، بعرف منه قواعد جرامر، انه بيراجع اكيد طالما نص مكتوب بيبقى بيستخدم مره البريزنت مره الباست، مره بيستخدم مثلا جمله موصوله، مره بيستخدم ادجكتيفز او صور تفعيل منها زي مثلا اللي هي الكومباراتيف او السوبراتيف. هو ده الطريقه الصحيحه انك تستخدم اللغه، مش ان انا افضل اجيب الحتت او يعني اللغه عباره عن مثلا ايه اجزاء مثلا فوكاب واجزاء جرامر مخصصه كده واقعد كل جزئيه فيها اجيب كل حالاتها، يبقى ده مش طريقه كويسه في اللغه. انا بعيد الكلام ده وازيده في الفيديوهات بتاعتي لطلبه الثانويه بالذات، عشان هو مقبل على حاجه اكبر من اللي هو فيها دلوقتي، ومش اصعب. انا مش عايز اقول ان هي اصعب ولا هو اللي هو فيه صعب، بس انت ما تصعبش الحكايه على نفسك. مفيش داعي حكايه الليست بتاع اللي بشوفها مع ناس ديت يقعد يحفظ لي ال 40 كلمه و50 كلمه، ده مش هيخليك تجيب درجات احسن. وانك تراجع على كل الجرامر مش عارف من الالف للياء وكل قاعده، ده مش هيخليك برضو تجيب درجه كويسه. يعني ممكن تذاكر ده كله ويجي لك مثلا حاجه نقطه فنيه انت تكون عدت عليك، يعني مفيش مشكله يعني. فالمهم ان انت تستمتع بالحاجه، المهم ان انت تستخدم اللغه وتمارسها مع النيتيفز والنون نيتيفز. لو قدامك الفرصه انك تتكلم ان انجلش تتكلم، وان انت تحاول تقرا قدر الامكان وتكتب كمان، حتى لو مش في الامتحان هيبقى مطلوب منك انك تكتب، لان زي ما قلت لك مفيش طالب بيتخرج من جامعه الا ما يكتب انواع مختلفه من الرايتنج. فالرايتنج ده هو نمبر 1 سكيل في الجامعه، هو بيتم اغفاله شويه في المراحل ما قبل الجامعيه لان هو اصعب لانجوج سكيل هي الكتابه، سواء في لغتك الام او في اي لغه اجنبيه بتتعلم. طيب خلينا ما نتكلمش اكتر من كده بقى في الموضوع، نبدا نقرا السياق مع بعض او الريدنج تكست. How would you feel if you spent many months without seeing your friends and families؟ اسالك سؤال، هو سؤال الهدف منه يخليك تفكر في الحكايه، يعني ايه اللي هيحصل لك لو قعدت شهور من غير ما تشوف اصدقائك واسرتك؟ Would you be happy to live in a very small space with the same people for many weeks؟ هل بتبقى سعيد لو عشت في مكان ضيق مع بعض الاشخاص هم ما بتغيروش لاسابيع طويله؟ These are the conditions that astronauts have to face. هي ديت الظروف اللي رواد الفضاء بيبقوا يواجهوها او بيعيشوها يعني. So scientists are looking into the best ways to help them with their mental health problems. ولذلك العلماء والأطباء بيحاولوا يشوفوا
افضل الوسائل عشان يساعدوا رواد الفضاء ان هم يواجهوا هذه المشاكل الصحيه المتعلقه بالمنتال هيلث، يعني اللي هي خاصه بالصحه العقليه. In 1982 سنه 82 من القرن العشرين، Russian astronaut called Valentin Lebedev، يعني رائد فضاء روسي اسمه Valentin Lebedev، had been traveling in space for 7 months. فضل يسافر في الفضاء لسبعة أشهر. When he started to become more and more depressed، وأصابه طبعا الاكتئاب. كلمة depressed يعني كان مكتئب، لأنه قعد 7 شهور تقريبا لوحده أو مع أشخاص قليلين في أماكن ضيقة، في مثلا في المحطة الفضاء الدولية اللي بيقولوها، بعيد عن الأسرة وعن الأصدقاء. This was the first time that scientists realized. دي كان أول مرة، كان سنة 82 من القرن الماضي، يعني القرن العشرين. العلماء بدأوا يعرفوا أو يعني يدركوا that mental health could be a problem. إن الصحة العقلية ممكن تكون مشكلة تواجه رواد الفضاء اللي هم الأسترونوتس. Who need to carry out important and often dangerous tasks. اللي هم بيقوموا بأشياء هامة وفي الغالب بتكون مهام dangerous يعني خطيرة. طيب، many astronauts face problems because time is so different in space. طب ديت من وجهة نظر ان هم يشعروا بالعزلة شوية، بعيد عن الأسرة وبعيد عن الأصدقاء. برضو بيواجههم مشكلة أخرى، ان الوقت هناك في المحطة الفضائية غير الوقت عندنا هنا في الأرض. مثلا for example on the International Space Station اللي هي ISS اختصارها، المحطة الفضائية الدولية، astronauts see the sun rise and set 16 times in one day. وهم في المحطة الدولية بيشوفوا شروق الشمس وغروبها 16 مرة في اليوم الواحد. طبعا ده هيأثر على موضوع النوم بتاعهم. احنا هنا في الأرض لما الشمس بتطلع الناس بتشعر بالنشاط وبتصحى، ممكن الناس بتصحى بدري شوية، بعضهم يصحى بعد شوية، لكن خلاص مجرد ما النهار بيطلع الناس بتصحى. هم بقى هناك إن الشمس بتشرق وتغرب 16 مرة وهم في المحطة الدولية، لأن هم خارج الأرض في الفضاء المفتوح. طيب this makes it very hard to for them to sleep. ده بيخلي الموضوع صعب جدا إن هم يناموا. Spacecrafts also use blue light. اللي هم المركبات الفضائية بتستخدم الضوء الأزرق، الضوء الأزرق which is the same light we use for computers and TV screens، هو نفس الضوء اللي بنستخدمه في شاشات الكمبيوتر وشاشات التلفاز. Blue light also stops us from wanting to sleep. الضوء الأزرق ده بيخلينا أو بيمنعنا من النوم. Which is why you should not look at screens before you go to bed. ولذلك بننصح الناس ما تبصش على الأجهزة الذكية أو الكمبيوترز أو غيره قبل ما ينام على طول، لأن الضوء الأزرق ده ممكن يأثر عليه يخليه مش عايز ينام أو يخلي عنده أرق يعني. Until scientists have done research on more astronauts, we won't fully understand the effects of space travel on their mental health. احنا مش هنقدر نعرف ازاي ان السفر في الفضاء الخارجي ممكن يأثر على الصحة العقلية لرواد الفضاء إلا لما يتم عمل أبحاث أكثر في هذا المجال. However, scientists claim that mental health problems will be more likely when astronauts start to make journeys to planets such as Mars. بيدعي العلماء إن المشاكل الخاصة بالمتعلقة بالصحة العقلية ممكن تكون أكثر لما يكون رواد الفضاء هيسافروا في رحلات بعيدة أو لكواكب بعيدة زي مثلا المريخ، which might take 18 months or more. والرحلة هتستغرق 18 شهر أو أكثر، يعني هيقعد مثلا سنة ونص عشان يوصل للمريخ إلى آخره. طيب as a result، فالعلماء بيتوقعوا لما يكون بقى الرحلات دي طويلة جدا عن المعتاد، مثلا عن رحلة للقمر أو المحطة الدولية، هيبقى في مشاكل أكثر في متعلقة بالصحة العقلية لرواد الفضاء. As a result, كنتيجة people who want to become astronauts، الناس اللي عايزة تبقى رواد فضاء need special training، يحتاجوا تدريب خاص on how to deal with stress. بيحتاجوا تدريب خاص ازاي يعني يتعامل مع الضغط، سواء الضغط النفسي او الضغوط المختلفة. The astronauts of the future will certainly have a lot more support. رواد الفضاء المستقبل هيبقى عندهم support او دعم اكبر
او مثلا مساعده اكتر than they did in the past، من علماء النفس، علماء مثلا الاطباء الى اخره، زي اكتر من مكان هناك دعم في الماضي لرواد الفضاء. Already on the ISS دلوقتي حاليا في المحطه الفضائيه الدوليه، astronauts spend a lot of time taking exercise. بدأ الناس يعني تعمل برامج لرواد الفضاء ان هم يعملوا exercises، يعني يعملوا تمارين رياضيه relaxing، يتعلموا ازاي يريحوا نفسهم شويه relaxing، eating healthy food، ياكلوا الطعام الصحي، talking to their families، في وسائل التواصل ما بينهم وبين افراد اسرتهم عشان ما يحسش بالانعزال الكامل او isolation. All good ways to stay mentally healthy. ودي كلها حاجات عشان يبقى دعما للصحة النفسية والصحة العقلية. كده احنا قرينا القطعة، اتعلمنا منها حاجات كتير، expressions كتير، حاجات خاصة بالجرامر، مثلا had been traveling ديت معناها ماضي تام مستمر على سبيل المثال يعني. اتعلمنا بعض الاكسبريشنز، اتعلمنا مثلا استخدام اي ان جي في مواقع مختلفه من بتاع مثلا هنا spend a lot of time talking، طالما spend جاي بعدها taking exercise، فعل جاي بعده فعل بنحط فيه اي ان جي relaxing، برضه فعل مضاف له اي ان جي eating healthy food، talking to their families، عشان كل ده جت بعد فعل في الاول خالص اللي هو spend a lot of time doing كذا. احنا قلنا لما يجي فعلين ورا بعض يبقى الفعل الثاني في ان جي. ده بس بعض الامثله سريعه ان انت وانت بتقرا قطعه من خلال سياق بيبقى قدامك فرصه ترجع على جرامر، على تراكيب مختلفه، تنشط ذاكرتك بالنسبه لمعاني كلمات كتير، تتعلم اكسبريشنز واكرمز، يعني مثلا اي اس اس اختصار لانترناشونال سبيس ستيشن، مثلا حاجات زي expressions معينه زي مثلا phrasal verbs. احنا خدنا مثلا carry out important tasks، carry يعني يحمل، انما carry out يقوم به، يقوم بمهام معينه سواء في القضاء او في اي حاجه، بيقول مثلا اقوم بكذا يعني carry out certain tasks، يقوم ببعض المهام. الفريزل فيرب طبعا بيجي الفعل يجي بعد منه preposition او particle وده بيغير معنى الفعل خالص، فده برضو مثال اهوت. فدايما انا بقول لك ان السياق سواء كان مكتوب او وانت بتستمع اليه عن طريق محادثه مع شخص او ان محادثه مسجله بيبقى فرصه جيده وطيبه للتواصل، وفي نفس الوقت انك بتراجع على الفوكابيولري وبتراجع على قواعد الجرامر اللي هي تعتبر الحاجتين المهمين في تكوين اي لغه. شوف بقى الاسئله. نمبر 29، the main idea in the first paragraph is، الفكره الرئيسيه في الباراجراف الاولاني خالص هو ايه؟ different mental problems ولا space exploration the situations astronauts have to face in space. هي دي المواقف اللي او الظروف اللي رواد الفضاء بتواجهها في الفضاء الخارجي، يبقى سي هي الاجابه الصحيحه. ده الفقره الاولى مخصصه او بتتكلم عن الفكره دي تحديدا. طيب السؤال 30، due to the different time in space، نتيجه اختلاف الوقت في الفضاء الخارجي، many astronauts have heart disease ولا a lot of astronauts face problems ولا all astronauts refuse to go to space astronauts find it easy to sleep. لا يبقى هم they face problems، وفي الغالب بتبقى مشاكل خاصه بالنوم، ما بيقدرش ينام بسهوله او يتاقلم مع النوم، لان قال ان في المحطه الدوليه الشمس بتشرق وتغرب اكتر من 16 مره او 16 مره تقريبا، فالوضع مختلف عن ان احنا هنا في الارض الامور بالنسبه لنا احنا معتادين عليها، الشمس بتشرق مره في الشرق وبعدين بتغرب، فده بينظم موضوع النوم وموضوع الاستيقاظ. لكن في المحطه الدوليه لما الشمس تشرق وتغرب 16 مره في اليوم الواحد فالناس بتقابل بروبلمز، يبقى a lot of astronauts face problems. دي الاجابه الصحيحه في السؤال 13. طيب 31، those who want to work as astronauts have to، الناس اللي بيعملوا كرواد فضاء يجب عليهم ايه؟ accompany their families no make the time of the journey to planets less no forget all about mental health learn how to cope with stress. هي دي الناس اللي شغلته بقى يبقى رائد فضاء، يجب ان هو او ان هو عايز يبقى رائد فضاء يجب يتعلم ازاي يتعامل مع الستريس مع الضغط، سواء ده الضغط النفسي الضغط الجسدي، ان هو مثلا يقعد فترة في أماكن ضيقة وإلى آخره.
يبقى يتعامل مع الضغوط، يعني عايز يتأقلم مع موضوع الضغط، يبقى دي هي الإجابة الصحيحة. طيب 32 بيقول لي the underlined word conditions اللي هي موجودة في الفقرة الأولى the first paragraph هي نفس المعنى بتاع إيه؟ بتاع circumstance، نفس المعنى بتاعها المرادف يعني ل conditions هي circumstances، ودي وردت في أول قطعة خالص، أول الفقرة من القطعة يعني، اللي هو لما كان بيقول لي فيها these are the conditions that astronauts have to face. conditions اللي هي إيه؟ يعيشوا في أماكن ضيقة بعيدة عن الأسرة بعيدة عن الأصدقاء، يبقى conditions هي نفس معنى كلمة circumstances. المرادف أو synonym من conditions هي circumstances اللي هي دي. طيب the underlined word this in the third paragraph refers to. طيب this نشوف بقى الفقرة الثالثة ورد فيها كلمة this أهو، كان بيتكلم على for example on the international space station ISS astronauts see the sun rise and set 16 times in one day. This makes it very hard for them to sleep. This اللي هو عايد على ايه؟ ان بيشوفوا الشمس تشرق وتغرب 16 مرة في اليوم. طب يبقى اذا this هنا تدل على او refers to international space ولا blue light ولا the different time ولا the light of the moon. لا the different time. هو بيتكلم على اختلاف الوقت في المحطة الدولية مختلف عنه في الأرض. يبقى this بتشير إلى موضوع اختلاف الوقت، وده بيأثر على موضوع النوم بتاعهم في الأول ويأثر عليهم من نواحي تانية كتير يعني. يبقى الإجابة الصحيحة the different time. طيب عندنا سؤال 34 the astronauts of the future will surely have a lot more than they had in the past. يبقى a lot more difficulties ولا facilities ولا time difference ولا problems. The astronauts of the future will have more facilities. هيبقى لهم تسهيلات وهيكون عندهم facilities ممكن بمعنى منشآت مثلا تدريبية أو غيره أكتر من الماضي. يبقى facilities هنا أشياء للدعم يعني لدعمهم. يبقى بي هي الإجابة الصحيحة. طيب in the future mental health problems that astronauts could face are likely to be يعني عايز اقول في المستقبل المشاكل المتعلقه بالصحه العقليه that astronauts could face are likely to be fewer هتكون اقل، لان في اهتمام اكتر بان هو يعلموا رواد الفضاء ازاي يتعاملوا مع الاستريس الى اخره. اوكي يبقى هيكون في وسائل اكتر ان هم يعمل سبورت او دعم لرواد الفضاء ازاي يتغلب على هذه المشاكل، فاحنا متوقعين تكون اقل. اوكي طيب كده اخر سؤال في القطعه، خلينا نشوف بقى موضوع الترانسليشن. نقرا اول جمله from Arabic to English. الماء اساس حياه الانسان والحيوان والنبات، واستخدامه لا يقتصر على الشرب فقط بل هو اساس الامن الغذائي بالنسبه للانسان والحيوان، ذلك لا بد من استخدامه بعنايه كبيره. Water is the basis of human animal and planet ما قالش planet يعني كوكب، وما قالش الكوكب قال النبات، يبقى دي غلط عشان حكايه planet دي. طيب B water is the basis of human animal and plant life and its use is not limited to drinking only but it is also the basis of food security for humans and animals therefore it must be used with great care. فعلا دي الاجابه الصحيحه B، لكن نشوف برضو تراجم أخرى. water C water is the basis of humane ما هيش معناه human، يبقى دي غلط. اوكي طيب D water is the basis of human animal and plant life and its use is not limited to cooking يعني استخدامها ليس مقتصر على الطبخ، وما قالش خالص الطبخ في الجملة الأصلية، استخدامه لا يقتصر على الشرب مش الطبخ، يبقى C غلط عشان وجود humane ما هيش human، ودي غلط عشان وجود كوكينج وهو بيتكلم عن درينكينج مش كوكينج، يبقى الاجابه الصحيحه مره ثانيه هي بي. طيب شوف السؤال 37 ده ترجمه from English to Arabic. One's well-being is high priority to maintain health and social care. Therefore we should pay more attention to our well-being so we can have an influential role in life. تعد الرعايه الصحيه، لا well-being ما هيش رعايه صحيه، فمن اولها كده غلط. طيب B تعد الرعاية الاجتماعية، well-being ما هيش الرعاية الاجتماعية. طيب C تعد الرعاية الاجتماعية برضو غلط، هو well-being ممكن تبقى معناها رفاهية أو اهتمام بالنفس،
فدي هي الإجابة الصحيحة، يعد الاهتمام بالنفس أولوية عالية في الحفاظ على الرعاية الصحية، اللي هي بقى الرعاية الصحية اللي هي هي health and social care والاجتماعي، يبقى health الصحية وسوشيال الاجتماعي. ولذلك يجب أن نولي المزيد من الاهتمام لأنفسنا، يعني we should pay more attention to our well-being، ليكون لنا دور مؤثر في الحياة so we can have an influential role in life. يبقى الترجمة الدقيقة بتاعتها هي دي ترجمة الجملة اللي قدامي، وهنا ترجمنا الويل بينج مش رفاهية لكن الاهتمام بالنفس، الاثنين صح. يبقى دي هي الترجمة الصحيحة. طيب نشوف الترجمة أيضا from English to Arabic. هنا بيقول لي إيه؟ Encouraging people to work from home is very useful in times of epidemics. This in turn helps us to save time and effort and keeps us away from infection. تشجيع الناس على الإقامة في المنزل مفيد للغاية. هو ما قالش الإقامة، هو قال العمل من المنزل، يبقى إيه غلط. طيب بي، إن تشجيع الناس على العمل من المنزل ملائم للغاية في وقت انتشار الأوبئة. هو ما قالش ملائم، هو قال يوسفل مفيد، فملائم ديت غير صحيح. إن تشجيع الناس على العمل من المنزل مفيد للغاية في وقت انتشار الأوبئة، وهذا بدوره يساعدنا على توفير الوقت والجهد والابتعاد عن العدوى. هي دي الإجابة الصحيحة سي، بس نقرأ آخر جملة. تشجع الحكومة الناس على العمل من المنزل لأنه مفيد للغاية في وقت علاج الأوبئة. هو ما قالش علاج الأوبئة ولا قال تشجع الحكومة، يبقى دي غلط. يبقى فعلا الترجمة الصحيحة هي سي زي ما قلنا قبل كده. ماشي يا جماعة، أوكي. نشوف كده في جملة ترجمة من الإنجليش للعربي أخيرة بيقول لي فيها إيه. Reading is very useful. It stimulates the memory centers of your mind and arouses your imagination. Also, it helps recall information and stabilize your emotions. اتكلم على القراءة، يعني القراءة شيقة جدا. لا، هو قال القراءة مفيدة، very useful، يبقى إيه غلط. طب بي، القراءة مفيدة جدا، فتحفز مراكز الذاكرة في عقلك وتثير خيالك، كما أنها تساعد في استدعاء المعلومات وكذلك استقرار عواطفك. يبقى ديت ترجمة صحيحة، بس نشوف كده التراجم الثانية. القراءة مفيدة جدا فهي تبني مراكز الذاكرة، ما قالش تبني، هو قال هنا stimulates يعني تحفز، يبقى سي غلط. طيب دي، القراءة مفيدة جدا فهي تحفز مراكز الذاكرة في خيالك. لا، ما قالش مراكز الذاكرة في خيالك، وقال مراكز الذاكرة في عقلك وقال تثير خيالك، فهو هنا لخبط، قال تحفز مراكز الذاكرة في خيالك وتثير عقلك. يبقى دي ترجمة غير دقيقة. الترجمة الدقيقة هي بي، قولها مرة تانية. القراءة مفيدة جدا فهي تحفز مراكز الذاكرة في عقلك، اللي هي stimulates the memory centers of your mind and arouses your imagination، وتثير خيالك، كما أنها تساعد في استدعاء المعلومات اللي هي recall information، وكذلك استقرار عواطفك and stabilize your emotions. دي آخر حاجة في الترجمة. بيبقى جايب لي كده موضوع أحاول أكتب فيه مقالة، يعني عن 200 كلمة، يعني من 15 ل 20 سطر. أنا بنصح الناس إن هي تتعود على الكتابة حتى لو هي مش مطلوبة في الفاينل إكزام في ثالثة ثانوي، لأنها هتكون مطلوبة في الجامعة. وأنا وعدتكم إن شاء الله في هنخصص فيديو إن إحنا نكتب مع بعض ازاي نعد ونكتب موضوع من 200 سطر، من 200 كلمه. هو هنا بيقول لي رايت ا ريفلكتيف اسي، يعني اللي بيسموها مقاله الخاطره، يعني شوف اللي هيقول بخاطرك او اللي بتفكر فيه لما بتفكر في موضوع التايم مانجمنت اند برودكتيفيتي، مع موضوع تنظيم الوقت والانتاجيه. اعتبر ان انت في مجال عمل، ازاي ان انت تعمل موضوع تنظيم الوقت وزياده الانتاجيه مثلا، او ان ايه العلاقه ما بين تنظيم الوقت والانتاجيه. يعني هنتكلم مع بعض في فيديو بعد كده ان شاء الله ازاي تكتب بعض الافكار، تحضرها وانت بتكتب عن موضوع معين، وبعدين ازاي تبدا تكتب الموضوع الى اخره، عشان نفيد الناس، يعني الناس تستفيد منه ان شاء الله. حتى لو هو مش مطلوب في الاختبار النهائي زي ما قلنا، بس هيبقى مطلوب في الجامعه ان شاء الله. Thank you very much for watching and I will see you in the next one.